غنمشيو نعملوا رياكسيون على فيديو وايت نهبط اليوم فيديو لطيف وبرا الناس كلها بتت فيديوهات حتى سايب لسابت فيديو فينسنزو فيديو جديد بورن تركيل فيديو جديد ناس كل فيديوهات جديد اليوم العالمي للفيديوهات هاي بسم الله سنتو ديسبلاي نفتحوا الميكرو على اخونا بيرو السلام عليكم خويا بيرو سافا لاباس عليك لا اولا بولا 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 بروجنا بولا انا قال خاودين انترو مقود BNL شبيه الصوت الولاد نقص في الصوت ولا نزيد صوت شنو اللي نزيد فيه صوت مريقن بون بيت في صوت الفيديو يا اخويا اها بوب بوب وايت اوكي والفرق ايه والف ثمانية جي انتو الفيديو مصور بالف ثمانية ممرنر بالتوكي هلا تي هلا تي اي اي اي
الميوزك بميكين انا العيال ليش ما بتضرب ليه؟ والله شوف صديقي هو فيديو كما نقوله احنا عرض لل فيديو عرض ما عندك مش يقول كيفاش يقولوها يا اخيتيش الكلمة هو عامل فيديو استعرض في مهاراته ما هيش مشكلة يضربوا ولا ما يضربوش هو حاطط مكاكة شو صحيح لعب شو وري في شو ايش اشكالية اغلب اليوتيوبر تو فيديو متاع شو صحيح اغلب اليوتيوبر جدد مش جدد تو معناتها برشا وحتى القدم ولا يهبطوا حاجة هذوما يمكن مستقبلا باش نجيب عباد خويا حطهم في الديسكورد والريكورد عليهم فيديوهات هناك تتبع بس هاي على جنب بطير فوق يجري هيك هيك شو الطول شكون اللي يتفرج عليه فيديوهات كيما هكا صديقي راك تحكي على الارقام اخر فيديو جايب 11 مليون امبوسيبل تكون انت مش منهم اللي تفرجت على الفيديو فيش تحكي 11 مليون واحد تفرج في الفيديو اذا كيف نتصور يعمل 7 8 ملايين 10 ملايين في فتره طويله تقول لي شكون باش يتفرج 11 مليون واحد يتفرج